السلام عليكم، متابعين خياطة وبدأ مع وفاء. كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نصاوب معكم اكسسوارات ديال المطبخ، كيجي الشكل ديالهم رائع وهكا البنات يديروهم كمشروع. اول حاجة عندنا هاد الشريط ديال البي، وهنايا عندنا هاد التوب هذا، وكتستعملوا اي توب بغيتو. عندي هاد القطعة هادي الكبيرة، الطول ديالها درت 62 سنتيم، وفي العرض درت فيها 36 سنتيم. وعندي هاد القطع هادو فصلت منهم 3 ديال القطع، هكا تنيتهم على 2، وفي العرض درت فيهم 32 سنتيم، وفي الطول درت فيهم 18 سنتيم. سنتيم ديال الخياطة، وكتبقى لينا 17 سنتيم. وعندي هنايا جوج ديال القطع، نفس القياس اللي درتو في القطعة الأولى درتهم في هاد القطعة هادو، كنفصلوهم نفس القياسات نفس الحجم. وعندي هاد جوج هادو ديال الشريطين ديال التوب، في الطول ديالهم درت 30 سنتيم، وفي العرض درت فيهم 7 سنتيم عفوا. وعندي هاد الشريط هذا ديال التوب، في الطول ديالو درت فيهم 40 سنتيم، وفي العرض درت فيه 8 سنتيم. صافي، ودابا غادي ندوزو للخياطة. اول حاجة غادي نجيب هاد القطعة هادي الكبيرة، وغادي نجيب الشريط ديال البي، وغادي نقلب هاد القطعة هكا على الظهر ديال التوب، غادي نخيط هكا بواحد سنتيم. فاش نبغيو نفينيو هاد الشريط هذا ديال التوب، غادي نفينيوه على الوجه. صافي، من بعد ما ساليتها بالخياطه غادي نجيبو هاد الشريط هذا، غادي نقلبو هكا للداخل بحال هكا، غادي نقلبو للداخل. صافي، وغادي نعاودو عليه بالخياطه في الدوره ديال التوب كامل. بحال هكا غادي نخيطو على الحرف ديال التوب في الدورة كاملة ديال هاد القطعة هادي.
صافي، وكتجينا هاد القطعة بحال هكا، كتجي مفنية من الداخل وعلى الوجه. وغادي نجيب هاد القطعة هادي الصغيرة، وغادي ندير لها نفس الخياطة اللي درت للقطعة الكبيرة. غادي نجيب هاد الشريط هذا ديال الثوب، غادي نخيطو هكا على الظهر ديال الثوب. فاش نبغي نفنيوه غادي نفنيوه للداخل. صافي، من بعد ما ساليتها بالخياطه غادي نقلب هذا الشريط هذا للداخل بحال هكا كما درنا في القطعه الكبيره. غادي نديرو في هذه القطعه هذه صافي، وغادي نخيطو هكا على الحرف ديالته باش كتجينا القطعه مفينيه مزيان. وفاش كنوصلوا لهذا القنت هذا كنتنيو هذه الجهه هذه وكنتنيو عليها الجهه الاخرى. صافي كنخيطوها كما درنا القطعه الكبيره، كنديروا لهاد القطعه هذو الصغارين. صافي، من بعد ما ساليتها كيجي الشكل ديالها بحال هكا. ونفس الطريقه غادي نديرها للقطع الاخرين ولهاد الشريطين هادو ديال الثوب كما درت لهاد القطعه. غادي ندير الاخرين بحال هكا، خيطتهم كما كتشوفوا. صافي، ودابا غادي ندوزو ركبهم على القطعه الكبيره. غادي نجيو لهاد الجهه هادي، هنايا كنخلي واحد سنتيم الفوق وكنهبطو ب 17 سنتيم. غادي نجيو فين هبطنا ب 17 سنتيم، غادي نهبطو ب 17 سنتيم بحال هكا. صافي، وغادي نجيبو هاد القطعه هادي القطع الصغار، غادي نتنيوهم هكا على اثنين. صافي، وغادي نخيطوهم على هاد القطعه هادي الكبيره بحال هكا. غادي نتني هاد القطعه على اثنين بحال هكا، وفين تراسينا ديك 17 سنتيم غادي نركبوها. هنايا في الجهه الفوقانيه كنخلي واحد سنتيم بحال هكا كما كتشوفوا، وكتقدوها هكا مزيان في الوسط وكتخيطوها على الحرف ديال الثوب. بحال هكا كتجينا هاد القطعه هادي. ودابا هاد القطعه غادي نقلبوها هكا الفوق، وغادي نجيبو قطعه اخرى غادي نتنيوها عاوتاني على اثنين وغادي نخيطوها. كيجيونا هكا قطعه فوق قطعه فين هبطنا 17 سنتيم. غادي نحطو هاد القطعه هادي وكتقدوها هكا في الوسط باش كتجيكم هاد القطعه هادي متساويه في الوسط. صافي، وغادي نخيطها. ونفس الطريقه غادي نديرها للقطعه الاخرى. غادي نقلب هذه القطعه ونجيب قطعه اخرى نتنيها هكا على اثنين، وغادي نحطها فين هبطنا ب 17 سنتيم. صافي، وغادي نخيطوها. كتخيطوا بنفس الطريقه اللي خيطنا بها القطعه الاولى، كتخيطوا بها القطعه الاخرى. صافي، من بعد ما ساليتهم بالخياطه كيجي الشكل ديالهم بحال هكا، كتجي قطعه فوق قطعه بحال هكا، وكيجيو محلولين من الوسط بحال هكا. وغادي ندوزو نخيطو دابا داك الشريطين ديال الثوب، غادي نتنيوهم هكا على اثنين بحال هكا. غادي نكدوهم هنايا، تنيتهم على اثنين
وغادي ندير فيهم 12 سنتيم، غادي نحيد منهم واحد 2 سنتيم بحال هكا، هما متنيين على اثنان، وكديروا فيهم 12 سنتيم. بحال هكا كديروا فيها 12 سنتيم وهي متنية على اثنان. صافي وغادي ندوزو ركبوها هكا على هاد القطعة هادي، غادي نخشيو هكا سنتيم وغادي نخيطوها بحال هكا كتكدوها هكا، يكون واحد البعد بيناتهم واحد هكا 10 سنتيم. ولا كتجيبو هكا واحد العصية بحال هكا، انا عندي هاد العصية هادي هي اللي غادي نديرها فهاد الشريطين هكا ديال التوب. غادي نقيس بحال هكا وغادي نخيط فين قد هاد العصية هادي، غادي نطراسيها بحال هكا. وإلا كان عندكم هكا شي عصية كبيرة، كديرو هاد الشريطين هادو ديال التوب في الطرف ديال القطعة الكبيرة بحال هكا، غادي ركبوهم. صافي غادي نجيب قطعة اخرى وغادي نركبها في هاد الجهة بحال هكا، كتقدو مزيان وكتخيطوهم. بحال هكا كيجيونا هاد الشريطين هادو ديال التوب، وغادي نجيبو هاد الشريط هاد ديال التوب، غادي نتنيو هكا الوجه اللي عند الوجه وغادي نخيطوه بحال هكا، هو اللي غادي نغلفو به داك العصية. صافي كتجينا بحال هكا هاد الشريط هذا، غادي نقص منه. صافي غادي نقلبو ونرجع معاكم. بعد ما قلبتو كيجينا بحال هكا، وغادي نجيبو هاد العصية وغادي نخشيوها في هاد التوب بحال هكا، باش كيجينا هاد العصية هادي مغلفة ما كتجيش باينة العصية. وغادي نقسم هاد الشريط هذا بحال هكا، وغادي نجي لهاد التوب هذا غادي نتني هكا للداخل بحال هكا، كتنيوه للداخل كامل وهكا كتفينيوه غير بالابره والخيط، غادي نفينيه ونرجع معكم. صافي من بعد ما فينيتو كنخشيوه هنا في هاد الشريطين هادو ديال التوب، كديروا فيه بابي جينيك ديال الكوزينه وكيجيو بحال هكا. ولا كان عندكم شي عصيه كبيره كهاد الشريطين هادو ديال التوب كديرهم هنايا في الطرف، يكون عندكم هكا شي عصيه كبيره. صافي من بعد ما ساليتها غادي نجيو لهنايا، غادي نديرو هاد الشريط هذا ديال التوب، غادي نتني هكا على اثنان وغادي نخيطو ونركبوه على هاد القطعه هذه بحال هكا، غادي نصاوبو منه شريط. بحال هكا كيجينا هاد الشريط هذا ديال التوب، وغادي نخيطو هكا على هاد القطعه هذه هكا باش كنعلقو منو هاد القطعة هادي. انا غادي نخلي لكم الصور هكا في الفوق، غتشوفوا الطريقة ديالهم كيف كيجي، وفي الكوزينة كيجي الشكل ديالهم رائع. وهنايا غادي نديرها بحال هكا، وهنايا البنات من الاحسن ديروها في الطرف ديال القطعة، غتجيكم احسن باش من فاش تعلقوا هاد القطعة هادي ما تجيكمش هكا تبقى تطوى ليكم. انا درتها هكا في الوسط، وفاش كتعلق الجنب كيتطوى، من الاحسن ديروها في الطرف بحال هكا، ديروا واحد الشريط ديال التوب في الطرف هاد الجهه والاخر في الجهه الاخرى نفس الخياطه، غير هو غديروه في الطرف باش يجيكم هكا فاش تعلقوا هاد القطعه هادي الجنب ما يبقاوش يتجمعوا لكم. وغادي نجيب هاد الشريط هذا ديال التوب وغادي نقد به هكا بحال البابيو وغادي نخيطو. صافي من بعد ما ساليتو كيجي بحال هكا، وغادي نصاوب الجهه الاخرى ونرجع معكم. وكان هذا هو الشكل النهائي، كيجي الشكل ديالهم بحال هكا، كتجي قطعه فوق قطعه كما كتشوفوا، ومن الوسط كتجي محلوله بحال هكا كتجي. وكان البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون من الاعجاب ديالكم، استفدتوا فيه ما تنساوش تشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، تخليوا لي على جيم التعليق ديالكم. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.